السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة عمل بث مباشر صوتي على التيك توك، وأيضا في آخر الفيديو سوف نتعرف على طريقة إنهاء البث. فمثلا إذا أردنا عمل بث مباشر بقراءة القرآن أو الرقية الشرعية، نقوم أولا بتحميل صور للقرآن الكريم أو الكعبة حتى تتماشى مع موضوع الفيديو، ثم نقوم بتحميل فيديو للصورة أو الصور القرآنية أو الرقية الشرعية والتي نريد أن تسمع في الفيديو. وفي صندوق الوصف سوف تجدون رابط الفيديو عن طريقة أو كيفية تحميل الفيديوهات. بعد تحميل الفيديو نحوله إلى صوت، وذلك بطريقة سهلة وبسيطة. نذهب إلى المعرض، نقوم بالضغط على الفيديو الذي قمنا بتحميله، تظهر لنا هذه النافذة. لدينا هنا ثلاث نقاط في الأعلى، نقوم بالضغط عليها. بعد ذلك تظهر لنا هذه النافذة، نقوم بالضغط على هذه الأيقونة. بعد الضغط عليها تظهر لنا النافذة الأولى، نقوم مرة أخرى بالضغط على الثلاث النقاط في الأعلى، تظهر لنا هذه النافذة من جديد. نضغط على هذه الكتابة حتى تأخذ اللون الأحمر، نقوم بعد ذلك بالخروج من المعرض ونذهب إلى التيك توك. لدينا هنا علامة الزائد، نضغط عليها ثم ننتظر حتى تظهر لنا كلمة لايف، نقوم بالضغط عليها. بعد الضغط على كلمة لايف تظهر لنا كلمة بدء في هذه الأيقونة الحمراء، نقوم بالضغط عليها. ثم هنا في الأسفل نقوم بالضغط على كلمة تحسين. لدينا هنا المؤثرات، نقوم بالضغط عليها. بعد ذلك تظهر لنا هنا مجموعة من الصور، نقوم بالضغط على هذه الصورة. في هذا الشريط تظهر لنا جميع الصور الموجودة لدينا في المعرض، نقوم بالضغط على الصورة التي قمنا بتحميلها. كما تلاحظون ظهرت الصورة في الخلفية. ولإخفاء هذا الشريط نقوم بالضغط على شاشة الهاتف ضغطة واحدة، ولإخفاء هذا الشريط نضغط هنا. والآن تأتي المرحلة الأخيرة وهي تشغيل الصوت، نقوم بسحب ستارة الإشعارات نحو الأسفل. هنا نجد صوت الفيديو الذي قمنا بتحويله من قبل إلى صوت، نقوم بتشغيله ثم نرفع الستار من جديد. إذن البث المباشر يكون على هذا الشكل. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس. ولإيقاف البث المباشر نقوم بالضغط هنا في الأعلى على هذه الأيقونة، تظهر لنا هذه النافذة، نضغط على الإنهاء الآن. وبهذه الطريقة يتم إيقاف البث المباشر.